مساء الخير عن جديد. صار معنا بالاستديو الدكتور عمر طريق، اختصاصي بالامراض القلبيه، ليحكي لنا اكثر عن ضعف عمل عضله القلب. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. مرحبا واهلا وسهلا فيك دكتور. بدايه دكتور، خلينا نعرف المشاهدين اللي عم يتابعونا شو هو احتشاء العضله القلبيه. احتشاء العضله القلبيه في شرايين بالقلب اسمها الشرايين التاجيه او الاكليليه، هي اللي بتغذي العضله القلبيه. هن مبدئيا ثلاث شرايين رئيسيه وفي لهم فروع طبعا. هاي الشرايين ممكن يصير فيها امراض من الا تصلب العصيده او تصلب الشرايين، وممكن يؤدي لتضيقات ويصير فيهم عصائل. ممكن احد هاي الشرايين يسكر، يصير في انسداد تام. فوقت بصير انسداد تام باحد الشرايين الكليليه، بنقول انه المريض صار عنده احتشاء عضله قلبيه. في كذا نوع لاحتشاء العضله القلبيه. هي بتتميز من خلال التخطيط، بنقدر نميزها من خلال التخطيط. في عندنا احتشاء بنقله مع ارتفاع ST، وفي احتشاء بدون ارتفاع ST. طبعا هاي معلومات طبيه ما بيعرفها غير طبيب القلبيه او طبيب الداخليه. بس الاحتشاء نفسه له كذا نوع. وفي مرحله ما قبل الاحتشاء بنسميه انه نقص الترويه القلبيه. هي نقص التروية القلبية بيكون تضيق بس مو انسداد تام بالشريان، بيكون بنسبة معينة. فبتظهر عند المريض أعراض ممكن تكون على الجهد، وممكن تتطور إذا ما تعالج المريض وتصير على الراحة من اللي خناق صدر غير مستقر. هي مرحلة سابقة للاحتشاء، أو حيصير المريض معه احتشاء إذا ما تعالج بطريقة صحيحة. تمام. طيب دكتور، شو هي الاعراض المصاحبه للاحتشاء، الاشخاص اللي ممكن يصير معهم احتشاء بعضله القلب؟ هلا احتشاء العضله القلبيه في اعراض وصفيه من الا او مجموعه اعراض وصفيه بتصير عند المريض، وممكن تصير اعراض غير وصفيه عند بعض المرضى. الاعراض الوصفيه هي الالم اللي بصير بالصدر، تمام، خلف القص، وممكن ينتشر للجانب الايسر من القص، وممكن ينتشر للذقن او الفك السفلي، وممكن ينتشر للذراع الايسر، بترافق مع مجموعه اعراض اخرى مثل الغثيان من لعيه النفس، ممكن يترافق مع اقياء توصل لمرحله الاقياء، او شحوب نتيجه فرط المقوي الوديه او الجمله الذاتيه، وتعرق ممكن يصير عندهم. التعرق صفاته انه بيكون تعرق بارد. هي الامر اعراض عند مريض الاحتشاء بتجي ما لها علاقه بالجهد، ممكن تجي او بتجي على الراحه. هو المريض الالم بيستمر وما بخف على الشغلات اللي بنعطيها، الادويه اللي بنعطيها عند مرضى خناق الصدر بخف المهم، اللي بنقول له نيتروغليسيرين، يعني هاي الحبه اللي تحت اللسان. عند مرضى الاحتشاء ما بخف عن النيتروغليسيرين، تمام، بينما عند مرضى خناق الصدر بصير عندهم الم صدري غالبا على الجهد، الا في حاله خناق الصدر غير المستقر ممكن يجي على الراحه، او تبدل صفات الالم اللي كان يجي على الجهد ممكن كمان يكون اسمه خناق غير مستقر، بس له ميزه انه بخف، ممكن يخف عن النيتروغليسيرين. اما باحتشاء العضله القلبيه الالم ما بخف على النيتروغليسيرين، بضل مستمر وبيزداد كل ماله بيزداد مع الوقت يعني، وبترافق مع الاعراض اللي حكيناها. دكتور، حكينا نحن هلا عن احتشاء العضله القلبيه ونقص الترويه، اجمالا شو بتكون هي الاسباب اللي بتؤدي لهيك شيء؟ هلا الاسباب اللي بتؤدي لنقص الترويه القلبيه هي التصلب الشرياني او التصلب العصيده اللي بيصيب الشرايين الكليليه. هذا له عده اسباب مؤهبه لحدوث التصلب او تصلب الشرايين، والشرايين بشكل عام والشرايين الاكليلي بشكل خاص. من المؤهبات او من عوامل الخطوره اللي بتؤدي لتصلب الشرايين الاكليليه عندنا ارتفاع التوتر الشرياني، عندنا التدخين، عندنا عدم ممارسه الرياضه، عندنا البدانه، عندنا الداء السكري، عندنا الستريس اللي بيصيب المريض، تمام، وممكن يكون في عوامل وراثيه وارتفاع الشحوم والكوليسترول عند المريض. هي كلها من عوامل الخطر لحدوث تصلب الشرايين، وبالتالي حدوث الاحتشاء او نقص الترويه القلبيه. بس مو كل مريض عنده هدول العوامل هو قطعا بده يصيب احتشاء ترويه، او عفوا نقص ترويه. هلا حسب العوامل اللي موجوده عنده، تمام. هلا اللي عنده عامل واحد مثلا بس بدين، بس بيلعب رياضه، ما بدخن، ضغطه ظابط، بيتحرك، باكله صحي، كذا، ممكن يكون اقل من غيره، بس بده يصير عنده، بس بكون اقل من غيره. اللي عندهم عاملين خطر مثلا سكري مع ضغط، سكري مع بدن، حيكون نسبه اصابته اكبر. هل اللي بيكون عنده مثلا بداني مع سكري مع ضغط مع تدخين،
مع قلة فعالة فيزيائية، مع أكل غير صحي، مع ارتفاع شحوم، حيكون نسبة الإصابة عنده أكثر من غيره بكثير طبعاً. طيب معناتها دكتور بخليني نروح من جواب حضرتك لسؤال، إنه معناتها بهالحالة هل اللايف ستايل أو الغذاء أو زيادة وزن ممكن تسبب حدوث احتشاء بالعضلة القلبية، وهل ممكن أشخاص بعمر 18 سنة ينصابوا بالاحتشاء؟ هلا اكيد اللايف ستايل بتلعب دور كبير، مو بس بالاداء الشرايين الكليليه، بكل شيء. فاكيد المريض اللي بيهتم بصحته، اللي بيمارس الرياضه والاكل الصحي، الاكل الصحي يعني شو الاكل الصحي؟ يعني انه قليل الملح، انه في الياف، في بياكل فواكه، بياكل اكل منتظم، بياكل شغلات غير ضاره مثل الفاست فود والاكلات اللي بتحتوي على زيوت مهدرجه، فهذا حتكون اللايف يعني حياته حتكون او اصابته حتكون اقل من غيره. بالاضافه لانه اذا ما عنده عوامل خطوره ثانيه كمان اذا عنده عوامل خطوره لازم يشدد على اللايف ستايل تبعه، يضبط السكري أكثر. اذا عنده ضغط لازم مثلا يبعد عن الملح، اذا عنده سكري يضبط السكر. اكيد ممارسه الرياضه باللايف ستايل اكيد ضروريه، الرياضه كثير مهمه بامراض الشرايين الكليليه وبداء الشرايين الكليليه. أكيد ممارسة الرياضة بتكون أهم رياضة هي المشي، أو بيقدر يهرول بيكون كتير منيح، والسباحة. وبالنسبة لللايف ستايل كمان إنه الحمية إنه تحتوي على كمية من الخضار، بعد عن الزيوت والدهون والأكلات اللي مثل ما حكينا الأكلات السريعة هاي اللي بالسوق، ويكون الأكل قليل الملح ويكون محتوي على كمية من الألياف. طبعا هذا الغذاء الصحي. فأكيد وقت بيكون بيعتمد وقت واحد بياكل أكل صحي مع ممارسة الرياضة حتقل كمان. إذا كان مدخن لازم يقلع عن التدخين ويخفف التدخين، إذا ما بيقدر يبطل التدخين يخفف التدخين لأقل قدر ممكن. إذا عنده ارتفاع توتر شرياني لازم يخفف، يضبط يراجع طبيب ويضبط الضغط، لأنه ضبط الضغط كتير مهم كمان بتطور الداء العصيدي. إذا عنده داء سكري مثل ما حكينا كمان لازم يضبطه، لانه احد الاسباب الرئيسيه كلها مؤهلات. تنزيل الوزن كمان كثير مهم باللايف ستايل، يعني انه الواحد يحافظ على في معادله بتعطيك انه قديش لازم يكون بي ام اي. دكتوره ما شاء الله فانه البي ام اي لازم يكون بنسبه معينه كمان، لانه هاي البي ام اي اذا كانت كبيره ممكن تكون عامل خطر لحدوث داء التصلب العصيدي بشكل عام بالشرايين وبالشرايين الكليليه بشكل خاص. تمام دكتور، اجمالا ممكن الوراثه تلعب دور هون؟ يعني نحن ممكن نلاقي انه حدا من الاشخاص والده او والدته كان عندهم مشكله احتشاء عضله قلبيه وينصاب فيها مثلا بعمر صغير تحت ال 18 سنه؟ هلا اكيد الوراثه بتلعب دور، ليش؟ لانه في نحن عندنا ادواء الشحوم الثلاثي، ادواء الدهون بالجسم او امراض الدهون، هاي وراثيه. يعني المريض اذا عند اهله في ارتفاع كوليسترول بالدم اسمه ارتفاع الكوليسترول العائلي او ارتفاع الشحوم العائلي او في كذا مرض يعني انه متعلق بالشحوم، هاي بتنتقل وراثيا للابناء من الاباء للابناء. طبعا. فهذا هاي الامراض كثير بتسرب داء التصلب العصيدي. لذلك الاهل اللي عندهم امراض شرايين اكليليه باعمار مبكره بيقول لك والله خالي توفى او عمي توفى او ابي توفى بعمر 40 سنة بجلطة، تمام؟ فهذول لازم ينعمل لهم فحوص دورية ونعمل لهم شحوم، نتحرش والسبب اللي أبوهم ماتوا ما عرفوا ليش، تمام، أو أخوالهم أو عمومهم مشان نكتشف. هاي أحد الأسباب الوراثية. بيجي هيك إنه في عوامل وراثية بارتفاع التوتر الشرياني، تمام. إذا الأهل عندهم ضغط وكذا ممكن يصير ارتفاع التوتر الشرياني بأعمار مبكرة ويأهب لحدوث. هلا في اعمار صغيره بصير عندها احتشاءات، في اسباب ثانيه غير داء التصلب العصيدي بالحقيقه، يعني ممكن نشوف احتشاء عن طفل رضيع، تماما، يعني ولد صغير ولدته امه وجته نوبه من البكاء وكذا، وبعدين صار يصير عنده خربه صدره وكذا، فحصناه لقينا قلبه متضخم، تمام. هذا بيكون عنده تشوه خلق، تمام، عنده تشوه بالشرايين الاكليليه، وممكن يصير عندهم احتشاءات بالطفولة الأولى. هلأ بالأعمار الأكبر ممكن ما تصير بالطفولة، ممكن يضل أعمر مثلا لعمر المدرسة وخطط لمريض أو كذا، الولد صغير شكى من صدره ممكن يصير عنده احتشاء عضلة قلبية نتيجة نفس التشوه. هلأ بأعمار أكبر في أمراض بتسبب الخسار ضمن الشرايين الإكليلية،
مثلا طفل او شاب عمره 16 سنه بصير عنده احتشاء؟ ممكن. هلا الاسباب، في اسباب كثيره من الا اسباب الاحتشاء غير داء التصلب العصيدي. مثلا في امراض وراثيه، مثلا بيلة الهيموسيستينوريا هاي ممكن تأهب لخسارات بالشرايين الكليليه، عوز عوامل التخثر مثل البروتين اس والبروتين سي والانتيترومبين 3 هدول كمان ممكن يحرضوا لخسار. هلا الجهد الشديد، مثلا واحد عم يلعب بقول لك بالنادي حمل اوزان كبيره كثير، او الجهد الشديد ممكن يصير عند ايوه ممكن يصير عنده الجهد الشديد، يعني اجبر حاله على جهد ما عند فوق طاقه الشرايين انه هذا بصير احتشاء. في الصدمه النفسيه ممكن هي تاكوتسوبو، هي اكتشفها عامل ياباني بتصير عند النساء اكثر. ممكن يكون شرايين اكليليه طبيعي ويصير عنده احتشاء بنقول له انه القلب المكسور. هي دكتور نفسها متلقعه. ايوه القلب المكسور او تاكوتسوبو هي اللي ممكن يصير فيها احتشاء. ممكن يصير نتيجة تدخين شديد، لأنه التدخين بأهب لتشنج الشرايين الكليلية، وإذا استمر التشنج فترة طويلة ممكن يعمل احتشاء عضلة قلبية. ممكن المرضى اللي بياخذوا مورفين أو الأفيونات المواد المخدرة والإدمان، ممكن إذا كانت الجرعة ممكن كمان تعمل بتشنج بالشرايين الكليلية وتعمل احتشاء عضلة قلبية، رغم أنه الشرايين منصور الشرايين الكليلية وبتكون شو طبيعية. إذا في أمراض كثيرة ممكن غير ده، هاي ممكن تصيب أي عمر، ممكن أي عمر، وممكن نشوفها بأعمار الشباب. تمام. طيب دكتور، هلا كلنا بنعرف إنه ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية هي سبب لحدوث أمراض قلبية ومنها احتشاء القلب، فهل يا ترى زيادة الوزن بسبب هالأكل اللي فيه كثير كوليسترول وشحوم بتؤدي لحدوث احتشاء قلبي وبدنا آلية العلاج؟ هلا الشحوم ممكن يكون واحد بدين على فكره وما معه شحوم ثلاثيه وكوليسترول، يكون بروفايله طبيعي. تمام. وممكن واحد نحيف يكون عنده المشكله. تمام. البداني بس مؤهب اكثر من غيره، لانه يصير عنده خلل باستقلاب الدهون. تمام. تمام. وخلل باستقلاب السكر. والخلل استقلاب السكر حيأهب كمان لاستقلاب خلل باستقلاب الشحوم. صحيح. فهذا حيتسارع. وغير هيك كمان المرضى البدينين غالبا بيكون عندهم ارتفاع توتر شرياني. تمام. ومقاومه للانسولين، فكلهم هدول بأهبوا كمان لحدوث التصلب الشرياني بعمر ابكر من غيرهم. فممكن يكون واحد بدين والكوليسترول عنده سوي، بس انه لازم يعدل يخفف من وزنه، لانه بأهب بالاخر ولو انه كانوا طبيعه بالمستقبل حيصير معه مشكله. لذلك لازم يعني بالنسبه للعلاج تبعهم لازم يعمل واحد فحص دوري اكيد مشان يعمل لا 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 يعمل تخط يعمل شحوم وكوليسترول. هلا في اسباب يعني في شغلات ثانيه، مثلا حمض البول الوريك اسيد ممكن يكون كمان يساهم بالتصلب، لذلك لازم كمان هدول يكونوا ضمن البروفايل. نعمل وظائف الكليه. تمام. يعمل ال اتش دي ال والال دي ال كثير مهمين. هلا الكوليسترول والشحوم والكوليسترول كله غير كافي الحقيقه. طبعا. حتى اذا كان الكوليسترول بال 200 220 وكان ال دي ال هذا الكوليسترول السيء من له او اللي بيسرع التصلب العصيدي، في عندنا نوعين اتش دي ال وال دي ال. اذا ارتفع ال اتش دي ال كثير منيح، اما اذا ارتفع ال دي ال هون الخطوره. آه تمام. لذلك لازم نعمل اتش دي ال وال دي ال، وفي نسبه معينه لازم خصوصا اذا في كان عوامل خطوره ثانيه لازم نسبة معينة، يعني تمام. تحت ال 100 لازم يكون. حتى هلا في دراسات او الجايد لاين الجديد تحت ال 70 اذا في حدثية اكليلية سابقة. تمام. او مرض اكليلي سابق. تمام. فهدول لازم نشوف البروفايل تبعه والتحاليل تبعه، ويعمل تخطيط قلب اكيد لازم نشوف تخطيط القلب، يراقب الضغط اذا في خطر يراقب يقيس ضغطه بشكل مستمر، يعمل ايكو للقلب ضروري. واذا هي اذا ما كان في شكوى ولو كل 6 أشهر مره لازم يعمله، اما اذا في شكوى الموضوع بيختلف، ممكن يتطور الامر لحدوث، لانه يعمل اختبار جهد، لانه يعمل قسطره، ممكن الواحد اذا كان في اعراض مرافقه. تمام. العلاج تبعهم طبعا في معالجه دوائيه مثل ما حكينا، خفض الشحوم، ضبط الضغط، التمييع ضروري كثير كثير بمرضى الشرايين الاكليليه، ضبط السكر لازم ينضبط السكر عن مرضى السكري، المرضى السكري، وحتى عن مرضى لازم نضبطهم بشكل جيد كمان، لانه وقت اللي بيكون في مرض خطورة بده يكون بأهم أكثر.
تمام، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم دكتور. اتشرفت فيكم، شكرا لكم. الله يخليك، شكرا.